السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي برايمري 3. إن شاء الله النهاردة ناخد مع بعض أو هنكمل يونت 1 بالدرس الخامس لسن 5 وحنلاقي الدروس بالترتيب في قائمة التشغيل الخاصة بالصف الثالث الابتدائي. لسن 5 الدرس الخامس بتكلم عن جزء خاص بالماث الرياضيات measurements القياسات measurements طبعا مش مسيور measurements القياسات منها مليمتر اللي هو ده اسمه مليمتر الأكبر شوية سنتيمتر وسنتيمتر اللي هو بين الصفر والواحد أو بين الواحد واثنين ده اسمه سنتيمتر. أما اللي في النص دولة الصغيرين اسمهم مليمترز. hand يد finger thumb اصبع الابهام thumb هنا البي صامت والتي اتش ث thumb measure يقيس measure مش مسيور measure هنا اس يو الصوت ج measure يقيس قلنا measurements قياسات نحفظ كلمة سنتيمتر سن تي بعدين مي بعدين تر نسيم مقاطع نفس الكلام مليمتر مليمتر. النهاردة هنتعرف على المليمتر والسنتيمتر. المليمتر هو المسافة بين كل شرطتين صغيرين يعني بين الشرطة دي ودي تمام كبر شوية تكون أوضح الصورة بين الشرطة دي واللي جنبها كده مليمتر. اما السنتيمتر او السنتيمتر ما بين شرطتين كبار يعني بين الصفر والواحد ده اسمه واحد سنتيمتر تمام والسنتيمتر الواحد السنتيمتر الواحد بيساوي equals 10 مليمترز يعني سنتيمتر يساوي 10 مليمتر. نيجي نعد مع بعض كده نكبر شويه كبر كمان هنعد كده 1 مليمتر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اما المتر كامل يا شباب المتر كامل فيه 100 سنتيمتر. المتر كامل فيه ايه؟ فيه 100 سنتيمتر. عشان احول من سنتيمتر لمليمتر اضرب في 10 يعني لما اقول لك 3 سنتيمتر كم مليمتر نضرب 3 في 10 3 في 10 ب 30 يبقى 3 او 3 سنتيمترز ايكوال او ايكوالز 30 مليمترز يبقى 3 cm يعني سنتيمتر ايكوالز 30 مليمترز. اوكي شباب لو عاوز اعمل العكس يعني احول المليمتر لسنتيمتر اعمل ايه؟ نقسم على 10 فوق نضرب هنا نقسم يعني مثلا 50 مليمتر فيهم كم سنتيمتر؟ ايوه هنعمل ايه؟ نقسم ال 50 على 10 50 على 10 يدينا 5 فيهم 50 سنتيمتر. لما اقول لك مثلا 70 مليمتر فيهم كم سنتيمتر؟ نقسم 70 على 10 يدينا 7 سنتيمتر. Listen, read and complete. استمع واقرا واكمل. مليمتر سنتيمتر. There are 10 millimeters in a. يوجد 10 مليمتر فين؟ في السنتيمتر. نكتب ديت سنتيمتر او سنتيمتر. Number 2 am 127.4 سنتيمتر tall. هنا بيقول لك طولي 127 سنتيمتر و4 مليمتر. am 127 سنتيمترز and 4 و4 مليمترز. choose اختر. there are 10 millimeters in a meter ولا سنتيمتر. يوجد 10 مليمتر في سنتيمتر. number 2 I am 122.5 سنتيمتر tall. يعني أنا طولي 122 سنتيمتر و5 مليمتر. ده معنى إيه؟ معناه
I am 122 centimeters and 5 ايه الرقم ده؟ رقم ايه؟ رقم ايوه المليمترز. نمبر 3 my thumb اللي هو الابهام ده. my thumb is 4.2 هقول مليمترز ولا سنتيمترز؟ ايوه 4 سنتيمتر. نمبر 4 I am 130 millimeters centimeters tall. هنا بتكلم عن الطول، طولي 130 سنتيمتر ولا 130 مليمتر؟ 130 سنتيمتر. Read and put true or false. اقرأ وضع صح أو خطأ. This is my finger. هذا إصبعي. True. It's my hand. هذه يدي. True. It's a thumb. Thumb إبهام. True. 4. Adam is 125.3. Adam طوله 125 سنتي و3 مليمتر. طبعا هنا في الصورة غير الصورة. طبعا جملة false. خطأ. Complete the table. أكمل الجدول أو أكمل كما موضح بالمثال. أول صف عبارة عن سنتيمترز، والصف الثاني عبارة عن المليمتر. إحنا قلنا كل سنتيمتر فيها 10 مليمتر، يعني في كل خانة نضرب في 10. Number one 1 في 10 ب 10. Number two أيوة 30. Number five تمام 50. 5 في 10 في 50. 6.5 يعني ايوه هقول 65 65 مليمتر. 70 كله في 10 70 90 90 بعدين 100 100. نمبر 4 use your ruler to measure the length of the pencils. استخدم مسطرتك لكي تقيس طول الاقلام. نجيب المسطره ونقيس. احنا مالنا بالماث؟ احنا ما عرفش والله. نقيس تمام يا شباب. نعد من هنا 1 2 3 4 5 6 7. يبقى ايه؟ هقول 7 سنتيمتر تمام. نمبر 2 نفس الكلام، ظبط المسطره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 سنتيمتر. نمبر 3 1 2 3 3.8 هنا لغاية 8 بقول 3 3 سنتيمتر 0.8 8 مليمتر. نمبر 4 1 2 3 4 5 5 سنتيمتر. draw a line below that measures. ارسم خط تحت هذه القياسات. اول قياس عندنا 5.6 سنتيمتر، يبقى هرسم لغاية النقطة دي تمام. 7.3 1 2 3 يبقى لحد ثلاث شرط بعد 7. نبدأ من هنا نمبر 3 3.8 3. احنا نبدأ من هنا اهو، ده مالناش دعوة بيه. 1 2 3 تمام. 0.8 يبقى هنعد بعد الثلاثة، نعد 8 شرط. 1 2 3 4 5 6 7 8 لغاية هنا. Activity تدريبات على Unit 1. Listen number استمع ورقم. Excited يعني متحمس. Number 1. Number 2 leaf ورق شجرة. Number 3 tired متعب. Number 4 angry غاضب. Number 5 meat لحمة. Listen and complete استمع وأكمل. How do you feel؟ نكتب كلمة استفهام how. طبعا ده W. I feel مثلا happy حسب ما تسمع الكلمة تسمعها. I feel happy, I feel sad, I feel excited وهكذا. صح أو خطأ. It's healthy. healthy معنى صحي. دي صحي طبعا. False. I feel excited أشعر بالحماسة طبعا. False.
غلط. I play sports. ألعب رياضة. Unscramble and write. رتب واكتب. أول كلمة B نحلة. بعدين green أخضر. Fruit فاكهة. Cake. Write the missing letters. اكتب الحروف الناقصة. أول كلمة تمي thirsty. Thirsty يبقى حرف الاس وحرف الواي. عطشان. Hungry جوعان. قلنا hungry H-U وبعدين في الآخر حرف الواي. Sleep ينام double E. Team فريق. Team الصوت E يعني E-E أو E-A. هنا E-A. Rearrange رتب. Clean the they playground. نبدأ الجملة بالفعل they وthey الفعل بديل فعل clean. يبقى they clean the playground. هم ينظفوا الملعب. Number two. Water I drink. نبدأ الجملة بالفعل هو I. الفعل بديل فعل هو drink. يبقى I drink water. أشرب مياه. Number three, feel tired. I نفس الكلام. أبدأ الجملة بالفعل I والفعل بعد الفعل feel. يبقى I feel أشعر بـ tired التعب. Seven, write a sentence. أكتب جملة تحت كل صورة. أول صورة هقول I feel excited. أشعر بالحماسة. الصورة الثانية إما أقول it's A B هذه نحلة. أو the bee is on the leaf. النحلة تكون على ورقة الشجر. آخر سؤال الترقيم. إحنا في الترقيم عارفين الجملة تبدأ بحرف capital. He feels happy. الـ H هيكون capital. والجملة الأخيرة full stop نقطة. Asr is kind. دايما أسماء الأشخاص سواء في أول الجملة في نص الجملة أو في آخر الجملة أولها حرف capital. هنا Asr الـ A هيكون capital وفي الآخر نقطة عشان دي جملة عادية مش سؤال. وبكده خلصنا يونت 1 كلها. أتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. باي.